طلقني. سمعتها؟ طلقني. انا قرفت منك ومن عيشتك. انت عمرك ما هتبقى حاجه، هتعيش وتموت شحاف كده، مستني العلاوه من الحكومه ومستني الحسنه اللي اديها لك سيدك المدير. المفروض اعمل ايه يعني؟ ايه اللي المفروض اعمله ما عملتوش؟ تعمل ايه؟ مش عارف يا حبيبي تعمل ايه؟ تعمل زي الرجاله اللي بحق وحقيقي، اللي مهنيين نسوانهم ومستتينهم. انا مش عارفه ايه اللي خبطني في دماغي وخلاني اتجوزك، وانت متجوز ومخلف من اساسه. لم لسانك احسن لك. مش هلمه. ليه؟ راجل ولا راجل لا سمح الله؟ ده انت مجوعنا ومعري. زينب! ايه؟ انت طالع. خرجت من الجنة يا خاي؟ يلا في 60 داهية تاخدك، كان يوم اسود. يلا يا بنت هات اختك معايا. انا مش همشي من هنا، هقعد مع بابا. خايبة زي اللي جابك. يلا يا بنت. انت مش هتاخد البنات. بقولك ايه يا حبيب، لما تعرف تأكلهم المام وتأكل نفسك الاول ابقى خدهم. يلا يا بنت. بلا قرب. ما تخافوش يا بنات، بابا هيفضل معاكم، هتبقوا في حضنه على طول.